قتال. نحن معنيون كلنا بلا استثناء في المناطق الوسطى، شخصيات اجتماعية، قيادات عسكرية، أحزاب سياسية، جماعات دينية، كل الناس بلا استثناء مدعوون لأن نكون في مقدمة الجبهات. هذه حربنا، هذه عقيدتنا، هذه بلادنا، ولن يمروا إلا إذا كنا جثثا هامدة. هذا آخر كلام لدينا. طي الهوى لا أنحني أبدا، أمضي على درب آبائي وأجدادي. إما أن نعيش بكرامة أو أن نموت بكرامة، قالها فارس البندقية والقلم ذات يوم انحنت فيه هامات من ظنناهم رجالا عند أقدام السيد لتبحث عن موافعها في مواطن الظلم. فكنت صادقا أيها الشهيد القائد، فها أنت اليوم وبعد سنوات من مقارعة الظلم والكهنوت الإمامي بسلاحي القلم والبندقية تترجل أيها الفارس النبيل عن صهوة النضال والبطولة تلحق برك